تتطلب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية اتباع نهج متعدد الأوجه، ممارسة الجنس الآمن، استخدام الواقي الذكري بشكل متسق وصحيح، إجراء الاختبار بانتظام لمعرفة حالتك، عدم مشاركة الإبر، استخدم دائما معدات معقمة، ضع في اعتبارك العلاج الوقائي قبل التعرض إذا كنت معرضا لخطر كبير للتعرض. التواصل بصراحة حول فيروس نقص المناعة البشرية مع الشركات، التماس الدعم والتثقيف للبقاء على إطلاع وحماية. التقدم في العلاج يعني أن فيروس نقص المناعة البشرية لم يعد حكما بالإعدام. العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية هو حجر الزاوية في علاج فيروس نقص المناعة البشرية. يقوم العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية بقمع الفيروس، مما يقلل من الحمل الفيروسي إلى مستويات غير قابلة للكشف. الحمل الفيروسي غير القابل للكشف يعني عدم انتقال العدوى للشركاء الجنسيين. الرعاية الطبية المنتظمة والمراقبة الضرورية. يجب على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم بانتظام. العلاج المناسب يسمح بحياة طويلة وصحية. لا تزال الوصمة والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من القضايا الرئيسية. الوصمة تمنع الاختبار والعلاج والحياة المفتوحة. الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يستحقون الكرامة والاحترام والتعاطف. ثقف نفسك والآخرين حول فيروس نقص المناعة البشرية. تحدى المواقف السلبية ودعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. المعرفة تقلل من الخرافات والصور النمطية. معاً يمكننا خلق مجتمع داعم وشامل لجميع المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية.